السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سنن الرسول برنامج يعرف بكنوز السنة النبوية وتوجيهات خير البرية في العقيدة والعبادات والأعمال والأخلاق للاقتداء والتأسي بها وإحيائها في النفوس وواقع الحياة. من سنن الرسول نور وضياء وفوز وفلاح. نعيش مع كنز جديد من كنوز السنة النبوية المطهرة. خير ما يعيش به العبد المؤمن هو أن يتفكر ويتدبر ويتدارس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوعنا اليوم حول حديث عظيم الشان في موضوع أسباب وموانع استجابة الدعاء. فالدعاء أيها الأحباب الكرام هو صلة قوية بين العبد وربه، وكل واحد من عباد الله يحرص على استجلاب الرحمة والكرم والعطاء الإلهي ودفع عن البلاء، ويحتاج إلى الدعاء. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الدعاء أصل العبادة ولب العبادة وجوهر العبادة. نتناول هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغدي بالحرام فأنى يستجاب له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم النيسابوري في جامعه، وفيه من الحكم والأحكام والعبر والمقاصد الشيء الكثير. تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نتأمل نتدبر في مضامينه ثم نستفيد منها في حياتنا. أولا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. ما معنى إن الله طيب؟ أي أن الله تعالى منزه عن كل نقص وعن كل عيب. فالله تعالى هو الطيب الطاهر صاحب صفات الكمال والجلال والجمال. كل ما يخطر على بالك من صفات الجمال وصفات الجلال وصفات الكمال هي عند الله جل جلاله. لهذا فربنا سبحانه أي عمل قام به العبد إذا لم يكن طيبا فإنه لا يقبله. إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. ما معنى لا يقبل إلا طيبا؟ أي كل عمل كان مشوبا بحرام أو مشوبا بشرك أو مشوبا برياء فإنه غير مقبول. فربنا عز وجل مثلا إذا قام العبد بعمل فيه عبادة وطاعة ولكن فيه شرك مع الله أو فيه حب ظهور ورياء، طاعة
طبعا سيكون مردودا على صاحبه. ربنا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن أشرك مع ربه أحدا سمعة ورياء أو غير ذلك عمله مردود، الله لا يقبله. لهذا كثير من الناس يوم القيامة يأتون بأعمال كبيرة وترد عليهم، وجوه يومئذ ناضرة عاملة خاشعة تصلى نارا حامية، رغم أنها خاشعة وعاملة تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأنها عملت عمل كبير وفيه خشوع عظيم، ولكن ليس لله، لغير الله، فلهذا ربنا ردها عليه. فكل عمل مقبول لابد أن يكون خالصا لوجه الله تعالى. ثم إن الأقوال، كل قول، كل كلمة خرجت من فم المسلم والمسلمة لابد أن يحرص على أن تكون كلمة طيبة، لأن أي عمل كان أو أي كلام كان فيه بغض أو كراهية أو حقد أو سب أو شتم أو سخرية أو استهزاء يكون وبالا على صاحبه. هذا اللسان الذي أعطاك المولى عز وجل احرص على أنه لا يخرج منه إلا الكلام الطيب، لقوله جل جلاله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا كان الكلام خبيث فربنا لا يقبله وربنا لا ينظر إليه. لهذا الله جل جلاله امتدح عباده المؤمنين وسماهم بالطيبين، سمى المؤمنين بالطيبين كما قال سبحانه: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. فالمؤمن لابد أن يكون طيب القلب وطيب اللسان وطيب الجسد وطيب المطعم وطيبا في كل شيء. ثم بعد الاعتقاد وبعد الكلام وبعد أمور أخرى لابد أن تكون أموالنا، الأموال التي من أجلها نتصارع ونتخاصم والمحاكم ممتلئة بالنزاعات كلها بصالح بسبب الأموال وبسبب الوسائل وسبل العيش. فالمال لابد أن يكون حلال، إذا أردت ربنا أن يتقبله منك لابد أن يكون حلال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فكأنما يضعها في كف الرحمن يربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل الجبل. المعنى أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق لابد أن يتحرى الكسب الحلال، أن هذا المال كسبته بعرق جبيني بتعبي، ما في لا رشوة ولا تطفيف من الميزان ولا أموال ربا ولا اختلاس ولا غير ذلك، لابد أن يكون المال حلال ولا يقبل الله إلا طيبا. ماذا يقع لهذه الصدقة؟ ربنا يتقبلها، فكأنما يضعها في كف الرحمن، أنت ترى بأنك تضعها في كف المسكين، لكن هو في الأصل ربنا الذي يأخذها منك، كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له، أي ينميها له، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، لأن العرب كان عندهم أجمل ما يربون هو الفلو والفصيل، هو ابن الناقة أو ابن الخيل يكون عندهم عزيز أكثر من أولادهم. لهذا قال ربنا: يربيها لكم حتى تصير مثل الجبل. يتصدق العبد المؤمن بدرهم أو بدينار أو بقطعة خبز أو أقل أو أدنى من ذلك، تمر أو زبيب، ولكن يوم القيامة يجد جبال من الحسنات كجبال مكة وثغامة، فيقول له الله تعالى: هذه لك جراء صدقتك. يقول: يا ربي أنا تصدقت بدرهم أو بدينار، أن لي هذا؟ فيقول الله تعالى: إنك تصدقت بكسب طيب وقد قبلته وربيته ونميته لك حتى صار إلى هذا المقام. هذا هو الربا الحقيقي، يربو عند الله، يربو أي يزداد.
فالمقصود من هذا الكلام أن العبد المؤمن عليه أن ينأى بنفسه عن الحرام ويتحرى الحلال. إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. لاحظ هذه العبارة، نحن الآن نحلل خطاب الحديث كلمة كلمة، جملة جملة. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قضية التسوية ما بين المرسلين وما بين المؤمنين في الخطاب، فالله عز وجل سوى بين أصحاب الرسالات وبين المكلفين في وجوب أكل الحلال. الكل ينبغي أن يكون سواسية، هذا سواسية الأنبياء والأقوام الذين يتبعهم، وهذا فيه استواء بين الأمم والأنبياء في الأحكام وفي التشريعات إلا ما قام الدليل على اختصاصهم. هذه قاعدة معروفة عند المحدثين وعند الفقهاء، هو استواء الأنبياء وأممهم في كل الأحكام، هناك سواسية إلا ما وقع فيه أحكام الاختصاص بمقام النبوة. ونلاحظ هنا بأن ربنا ماذا قال؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم، لم يأمر هنا ربنا عز وجل بشيء ثقيل على النفس، بل أمر بشيء محبب إلى النفس. يا خلق الله، يا عباد الله، كلوا من طيبات ما رزقناكم، تمتعوا. وهذه خاصية تطبع الأديان جميعا، هي أن الله تعالى لم يجعل الدين تكليفا شاقا على بني البشر، حاشا وكلا. الدين رحمة، أحكام الدين نعمة، شرائع الأديان كلها جاءت لمصلحة بني البشر، لمصلحة المجتمعات، لقيام الأمم وقيام الدول ونهضة الحضارات ولقاح الثقافات. هكذا جاء الدين، هذا في عمقه وجوهره. لاحظوا هناك لما يقول ربنا كلوا من طيبات ما رزقناكم، بمعنى تنعموا بما أعطاكم المولى. لكن نلاحظ في تاريخ الأديان ظهور وبروز عدة تيارات منحرفة تدعي الزهد وتدعي البعد عن الدنيا، وكل ذلك نوع من الرأي المخالف للدين. مثلا في المسيحية لاحظنا هناك رهبانية، الرهبان ابتدعوه، هذه بدعة ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. الرهبان حرموا على أنفسهم الزواج، حرموا على نفسهم متع الحياة الدنيا، وحرموا على أنفسهم الخلفة، وهذا لا ينبغي أن يكون. حتى في الهندوسية وفي البوذية عندهم مجموعة طقوس فيها تعذيب للنفس وفيها إكراه للنفس، وهذا كله مخالف لروح وجوهر الأديان. الأديان رحمة ونعمة وبركة، وليس عذاب للروح وللجسد. من يذهب إلى الهند مثلا التي تعرف حوالي 400 ديانة وكلها فيها تعذيب للنفس، رحمة الإسلام عظيمة. لكن حتى نحن في الإسلام ظهرت عندنا تيارات صوفية أيام زمان، بعض الزهاد حرموا على أنفسهم متع الحياة الدنيا، حرموا على أنفسهم الزواج، منهم من حرم على نفسه أكل اللحم، منهم من حرم على نفسه أن يتنعم باللباس الطيب، هذا كله مخالف للشريعة. بل حتى إخواننا الشيعة الآن، الشيعة عندهم طقوس فيها تعذيب للنفس، يضربون رؤوسهم بالسيوف وبالفؤوس حتى يسيل الدم، كل هذا خرافات وأساطير وأباطيل بعيدة كل البعد عن جوهر وحقيقة الدين. الدين رحمة، الدين نعمة، الدين هداية. وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الشباب متحمس جاءوا إلى بيت النبي الكريم، طرقوا الباب وسألوا عنه فلم يجدوه، وجدوا نساء النبي فسألوهن
يا نساء النبي، ما هي عبادة النبي؟ ما هي سلوكه؟ حدثونا عنه. فبدأوا يحكون لهم كيف يعيش النبي الكريم يومه، كيف ينام، كيف يستيقظ، ماذا يعمل، ماذا يأكل، كيف يعاشر زوجاته، كيف يداعب أبنائه، كيف يتاجر، يبيع ويشتري. فتقالوها، لما سألوا عن عبادة النبي كأنهم تقالوها، قالوا هذا نبي ورسول ومع ذلك عبادته قليلة، نحن نريد أن نفعل أكثر من ذلك، نريد أن نقوم بأعمال شاقة على النفس. فقال أحدهم: أما أنا فسوف أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. وقال الآخر: وأما أنا فسوف أصوم النهار ولا أفطر أبدا. وقال الآخر: وأما أنا فسوف أقوم الليل ولا أنام أبدا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال كذا وكذا وكذا؟ قام خطيبا في الناس، قال: إن بعضهم قال كذا وكذا وكذا. قال: أما أنا فإني أتزوج النساء وإني أصوم وأفطر وإني أنام وأقوم الليل، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الاعتدال والتوسط، ولا يحرم نفسه من متع الحياة الدنيا. مرة جاءه صحابي وأخبره بأنه لا يأكل اللحم، قال: لماذا؟ قال: حرمته على نفسي. قال: حرمته؟ التشريع لا يكون إلا لله، هو الذي يحرم ويحلل، من أنت حتى تحرم وتحلل؟ قال: يا رسول الله، إني كلما أكلت اللحم انتشرت للنساء ووقع لي كذا وكذا فحرمته. فنزل قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الخيرات لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأرض لنا والسماء لنا والنخيل لنا والبحر لنا والكل لنا، هذا خير من عند الرحمن. كان سيدنا الإمام مالك ابن أنس مفتي دار الهجرة وصاحب المذهب في المغرب، الإمام أنس ابن مالك كان فقير وكان مفتي، دخل عنده بعض الشباب فوجدوا عنده في بيته مائدة فيها فواكه مختلفة، موز وتفاح وإجاص وغير ذلك، وهو يلبس لباسا جميلا، كان في الصباح يلبس لباس وفي المساء لبس لباسا آخر. فقالوا له: يا إمام، أنت علامة ومحدث وفقيه وداعية ومفتي، وكيف بك أنك تتنعم كل هذه النعم؟ كيف تأكل هذا الطعام؟ قال: ألم يقل ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا أمر إلهي، كلوا من طيبات ما رزقناكم. بعضهم ذهب عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وكان رت اللباس، كان سيدنا أحمد بن حنبل يعيش على الشظف، كان فقير، فقالوا: هذا ورع زاهد الإمام أحمد، لكن الإمام مالك يتنعم ويستمتع بالحياة. وفي الأصل ليس كذلك، سوى أن الإمام أحمد لم تعطى له الدنيا، ربنا عز وجل جعله فقير وكان يلبس لباسه ويرقعه. وحتى إنه عنده مواقف، دخل في عراك مع السلطة الحاكمة آنذاك وطوقت عليه المجال وضيقت عليه الرزق وعاش هكذا، في حين أن الإمام مالك كان تاجر وكان يحب الحياة ولم يكن له اصطدام مع النظام الحاكم آنذاك ولم يضيق عليه أحد فأعطاه الله تعالى. فالقضية ليست عند علاقة بالتشريع، وإنما عند علاقة بواقع اقتصادي واجتماعي معين في مرحلة زمنية معينة. فهذا معنى قوله تعالى: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم.
ثم سينتقل الحديث النبوي لإعطاء مثال. هذا منهج النبي الكريم في التعليم، سيدنا النبي معلم، هو المعلم الأول، رغم أنه لم يتخرج من مدرسة ولا من معهد ولا من جامعة، ولم يتلقى حتى تعليما أوليا، وإنما علمه الشديد القوة ذو مرة. لاحظوا منهج التربية والتوجيه والتعليم في الخطاب النبوي الشريف. سيعطي مثال عن قضية ما الذي يقع في الدعاء، سيضرب لنا مثال. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغدي بالحرام، فأنى يستجاب له. يعطي النبي الكريم هذا المثال الحي عن رجل أراد أن يستجيب الله له الدعاء، فاتخذ مجموعة من السبل والقواعد معلومة عند أهل الدين سلفا من شأنها أن تفتح باب الدعاء، ثم ذكر من خلال ذلك أشياء أخرى ارتكب هذا الرجل تمنع استجابة الدعاء. باختصار شديد ماذا قال؟ ذكر الرجل يطيل السفر. ما معنى يطيل السفر؟ لأن السفر هو مدعاة لاستجابة الدعاء. الإنسان لما يسافر فإنه يبتعد عن الأهل والأحباب، والسفر فيه في الغالب انكسار للنفس، وفيه مشقة، ويعتري صاحبه طول غربة. أيام زمان السفر ليس كعصرنا هذا، سفرنا الآن ربما بالطائرة أو بالسيارة أو بالقطار المكوكي، أمر ممتع ومريح. لكن أيام زمان الناس كانوا يسافرون عبر القوافل، الجمال والنوق والخيال، الخيل والبغال والحمير، ويسيرون أسابيع وشهور، ويقع لهم العطش الشديد والوسخ والحالة تتبدل. فالذي يسافر يكفي أنه يشعر بالغربة وينقطع عن الأهل والأحباب، فهذه مشقة. لهذا ربنا عز وجل جعل المسافر دعوته مستجابة. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. هذو دعوات ثلاثة ربنا يستجيب صاحبهم. فالأول دعوة المسافر، لكن المسافر قالوا العلماء لابد أن يكون السفر سفر طاعة وليس سفر معصية. الأفضل لو كان سفر حج أو سفر جهاد أو سفر صلة رحم، هذا عظيم جدا، هذه عبادة مضاعفة. أو يكون سفر تجارة أو سفر سياحة، كله يسمى بإذن الله تعالى مستجاب الدعوة، إلا سفر معصية. إنسان يسافر لكي يفعل معصية، يذهب إلى مكان معين بعيد عن أنظار الناس ليخترق القانون، يخرق القانون ويخرق الدين، هذا طبعا لا يدخل في هذا النطاق. فالمسافر دعوته مستجابة، ثلاث دعوات مستجابة بإذن الله: دعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد مستجابة مهما يكون، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يقول: لأستجيبن لك ولو بعد حين. فهذا الرجل أطال السفر، واسمعوا، قال أطال بمعنى أنه ضرب مسافات طويلة وبعيدة جدا. كالرجل يطيل السفر أشعث أغبر. ما معنى أشعث؟ الأشعث هو الذي تلبد شعره لعدم غسله ولعدم تنظيفه مدة طويلة. فالمسافر أيام زمان في القوافل والصحاري والغبار والعرق والرياح الشعر يصير منتفش، ولهذا الناس كانوا يضعون العمامة أو يضعون الطربوش أو الطاقية، وذلك لأن الشعر يتعرض للإتلاف. أشعث أغبر، الأغبر هو الذي ينصرف إلى الوجه، الوجه يصير فيه غبار شديد والثياب فيها غبار شديدة. فهذا الرجل أشعث أغبر، يدل على تبدله وتدلله وافتقاره، فتغيرت هيئته وملابسه وشكله. وطبعا الذي يكون في هذه الحالة يكون قريبا من عند الله، لأن الله
يعطف على هؤلاء إذا كانوا في وضعية صعبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي التمرين لا يؤبل له، لا يؤبل له، لو أقسم على الله لا أبره. كم من أشعث أغبر، بحال مثلا دوك المتسكعين في الطرقات، حنا كنسموه البهالي أو كنسموه الهداوي، وفي الأصل هو خطفته رحمة الله. كتلقى الحالة ديالو مرقعة، لبس مرقعات، شعره منتفش، ولباسه فيه غبار، ووضعه متبدل. فهذا لو أقسم على الله لأبره. فكذلك هذا المسافر رغم أنه أسافر سفر طويل وكان أشعث أغبر، وكان النبي الكريم في الحالات الصعبة يخرج أشعث أغبر في الاستسقاء مثلا. الاستسقاء لما أصابت المدينة المنورة جفاف وخرج الناس للاستسقاء، سيدنا النبي خرج في لباس رتم، وخرج في شعر منتفش، وخرج متبدلا متواضعا لله عز وجل متضرعا إليه، وكذلك صحابته، لأن اللباس وتبدل الهيئة مدعاة لاستجابة الدعاء، لأن فيه الانكسار والخضوع للمولى عز وجل. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يعني يفعل هكذا، مد اليدين إلى السماء أيضا مدعاة لاستجابة الدعاء، لأن الله تعالى يحب العبد إذا دعا أن يرفع يديه إلى السماء. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يدعو الله تعالى بإلحاح ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وقد جاء في الحديث: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا خائبين. تصور أنت أيها الإنسان المؤمن إذا وجدت فقير يمد يديه إليك، يقول لك صدق لله ويمد يده إليك، وأنت جيبك فيه نقود، ألا تستحي أنك ألا تعطيه؟ طبعا تشعر بالحياء وتعطيه ولو دراهم معدودات، ما دام في جيبك مال، ما دام هو جاءك منكسر ومتبدل ويمد يديه إليك، أنت بشر وفيك كرم وتعطيه. فما ظنك بالإله الذي عنده خزائن السماوات والأرض وهو أكرم الأكرمين؟ فإن الله من صفاته كما قال النبي الكريم: إن الله حيي كريم. ربنا من صفاته الحياء، الحياء صفة من صفات الله. إن الله حي كريم، الكرم صفة من صفات الله. يستحيي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا خائبين. ولهذا النبي الكريم كان دوما يرفع يديه في كل مرة عندما يدعو ربه. ثم قال بعد ذلك: يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. إلحاح إلحاح. من أراد أن يستجيب الله دعاءه عليه أن يلح في الدعاء. لا تدعو الله تعالى وأنت غافل، يا ربي أعطني كذا وتنصرف، لا، الإلحاح. ينبغي أن تدعو الله كما يدعو الطفل الصغير. الطفل الصغير لما يقول لأبيه أو لأمه: أريد لعبة، اشتري لي هذا المتاع، اعطيني هذه النقود، ماذا يفعل الطفل الصغير؟ يا أبتي يا أمه أريد كذا أريد كذا، إلحاح. فهذا الرجل قال: يا رب يا رب، يلح. وبماذا يناجي ربنا؟ يناجيه باسم الربوبية، لأن اسم الربوبية هو به يفتح الله أبواب السماء. من أجل ذلك نجد في القرآن الكريم جل الدعوات فيها اسم الربوبية: ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. دائما هناك الربوبية: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. دائما نسمع كلام الربوبية في القرآن الكريم: ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اسم الربوبية محبوب عند الرحمن. من أراد أن يستجيب الله دعوته عليه أن يقول اسم الربوبية.
وفي الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا قال العبد يا رب يا رب أربعا قال له الله تعالى لبيك عبدي سل تعطى. حينما تقول أيها العبد أربع مرات يا رب يا رب يا رب يا رب أربع مرات يجيبك المولى عز وجل عبدي لبيك سل تعطى. وربنا يعطيك إما إذا أحبك أعطاك في الحال، وإذا أحبك أكثر وأكثر يؤخر الاستجابة حتى يجمع لك خيرا عظيم ثم تكون الهدية كبيرة جدا، وإذا أحبك أكثر 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 فإنه يؤخره لك إلى الدار الآخرة، حين ذاك يكون الخلود الأبدي غير منقطع. فربنا مجيب سبحانه وتعالى. فهذه الإشارات فيها أربعة أسباب للدعاء. قال كالرجل يطيل السفر أشعت أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. هذا الرجل قام بكل أسباب استجابة الدعاء، فالمفروض أن الله يعطيه ما يريد، لكن ماذا قال ربنا عز وجل؟ قال ومطعمه حرام وملبسه حرام وغدي بالحرام فأنى يستجاب له. أن صعب جدا، كيف يستجيب الله تعالى لشخص أكل الحرام ولبس الحرام وكل طعامه حرام، فكيف يستجاب له؟ أن يستجاب له، هذا يسمى استفهام على وجه التعجب والاستبعاد، يعني لا يمكن لله أن يستجيب له، ولكن لا يستحيل ممكن أن يستجيب الله له، ولكن بعيد جدا. لا تنتظر أن المولى سيستجيب لإنسان ملطخ بالمحرمات، لأن الله عز وجل سوف يستجيب لإبليس. إبليس رغم أنه كافر وأنه عنيد ومتمرد قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فاستجاب الله له وقال إنك من المنظرين. هذا الحديث النبوي الشريف فيه مجموعة من الفوائد، تعالوا بنا أيها الأحباب نلقي عليها ظلالا خفيفة. أولا لما يقول إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، معنى هذا أن من أسماء الله الحسنى اسم الطيب، فالله تعالى له الأسماء الحسنى وهي عددها 99 اسما، لكن هذا للتغليب، وإلا فإن أسماء الله الحسنى كثيرة ومتعددة لا حصر لها. وقد علمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك استئثار لأسماء أخرى من أسماء الله الحسنى في علم الغيب لا يعلمها إلا الله، وأسماء الله الحسنى كثيرة جدا، معنى أن الإنسان إذا دعا الله فليدعوه بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن بينها اسم الله الطيب، هو معناه الطاهر المنزه عن النقص والمعايب، كاسمه القدوس أي المطهر عن النقائص، فالله تعالى كامل في أقواله وأفعاله وتصرفاته وكلها طيبة منزهة عن النقص والعبث. ثم نستفيد من هذا الحديث أيضا أن من أراد أن يستجيب الله دعوته فعليه أن يطيب طعامه. ببساطة بغيتي الوليدات ديولك يكونوا في وضعية حسنة، مربين تربية إيمانية، بغيتي بيتك يصير جنة، بغيتي جسمك يكون سليما معافا دوما وأبدا، ماذا عليك أن تفعل؟ احرص على أنك لا تدخل إلى فمك إلا الطعام الحلال، ولا تطعم أولادك وأهل بيتك إلا الحلال. كان بعض الصالحين يلقى عنده مرض أو لقى أولاده متمردين أو لقاهم منحرفين أو لقى أهله الزوجة ديالو من معهم لقاهم كئيبين أو دائما في خصام، أول ما يفعل يتهم نفسه لعل الطعام الذي آتي به إلى البيت مشوب بالحرام، فعلي أن أتنزه عن كل حرام. عن ابن عباس رضي الله عنهما يتكلم عن لما نزل قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا
ربي يخاطب كل الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قام الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة. انظروا إلى الطلب، أدعو الله لي كي يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا 40 يوما. العبد إذا ألقى لقمة حرام في جوفه ما يتقبل الله منه عمل. لهذا جاء في الحديث الآخر: وكل لحم نبت عن سحت فالنار أولى به. هذا يعطينا انطباع أيها الأحباب الكرام، نتحرى الطعام الحلال ونبتعد عن الحرام. ثم نلاحظ أيها الأحباب الكرام، نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا إشارة بأن الصدقة، من أراد أن يتصدق لابد أن يكون صدقه أو صدقته تكون أيضا من حلال. إذا أراد أن يعطي مهر لابد أن يكون مهر الزواج حلال. فالله لا يقبل صدقة من غلول، لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والذي يكسب مالا حراما فهذا مشكل كبير، الصدقة غير مقبولة، وإذا أكل منه لا ينتفع، وإذا مات وتركه للورثة فإنهم يكون عليهم وبال. نلاحظ بعض العائلات عندهم إرث مر عليه سنوات طوال ولم تتم قسمته في المحاكم ونزاعات وصراعات. ما السبب؟ السبب أن داخل الإرث فيه شيء من الحرام، وهو الذي جعل الموانع والعكوسات حتى يقسم بالتساوي بين الورثة المستحقين. فالإنسان إذا كسب مالا حراما إذا أكل منه فإنه يكون سببا في دائه ومرضه، وإذا تصدق بالفقراء والمساكين يرد عليه لا يقبل، وإذا مات وتركه خلفه يكون وبالا على صدقته على ورثته. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكسب العبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله عز وجل لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيئ بالحسن. إن الله لا يمحو الخبيث طيب بالخبيث. ثم العلماء قالوا: إذا كان الإنسان تورط وأخذ مالا حراما ماذا عليه أن يفعل؟ إذا وقع الذي وقع، هناك أناس يبيعون ويشترون أو يتعاملون معاملات مالية، وفي لحظة كان ضعيف الإيمان أو في غفلة دخل إلى حسابه مال حرام، ماذا عليه أن يفعل؟ ما يفعل هو أنه أولا يتوب إلى ربه، لابد أن يتوب إلى الله، والتوبة تكون بأن يقلع عن الذنب، يعزم على عدم العودة إليه ويندم على كل ما مضى. يا ربي ما مضى أنا أتبرأ منه، عفى الله عما سلف. مجرد أن تشعر بالندم، الندم توبة، ثم تقلع عن الذنب، ثم تعزم على عدم العودة إليه فقط. ربنا عز وجل غفر لك وانتهى الماضي، انسى الماضي وريح بالك وربنا كريم. لكن الفقهاء زادوا شرط رابع، وهي إذا كانت هذه الأموال لها حقوق ومستحقات بأناس فلا بد أن تعيد الأموال إلى أصحابها، إلى أصحابها كينين معروفين، كمشي عندهم أماكنهم أطرق أبوابهم وأرد إليهم حقوقهم وانطلب منهم المسامحة. إلا قدر الله تعالى هؤلاء قد ماتوا فإنني أذهب عند الورثة ورثتهم وأقول: هذه حقوق أهلكم وذويكم الذين انتقلوا إلى الرفيق الأعلى، خذوها عني. إلا قدر الله تعالى والإنسان عنده أموال، مرة سمعت شخصا قال لي: أنا جمعت أموال كثيرة من الحرام لكن لا أدري. قلت له: رد إلى أصحابها. قال: لا
لا أعلم أصحابها، كانوا يشتغل في الطرقات ويأخذ الأموال من السيارات ومن الشاحنات ويفعل أعمال فيها شطط في استعمال السلطة، وجمع مال وفير، ولاحظ بأن أبنائه يمرضون، وأن زوجته دائما مشاكسة، وأن وضعه النفسي كله متدهور، فعلم أن ذلك سبب أنه يأتي بالمال الحرام. أراد أن يتخلص، قال لماذا أفعل؟ قلت رد المال إلى أصحابه. قال لا يمكن، أنا كنت أخذه من سيارات وشاحنات في إحدى الطرقات الكبيرة، معبر من المعابر، ماذا أفعل بهذا المال؟ هل يرميه في البحر؟ كلا. هل يقوم بإتلافه وإحراقه؟ كلا. ماذا يفعل؟ يعطيه للفقراء والمساكين، يبحث عن الفقراء والمساكين ما أكثرهم، ويعطيه إليهم ويتخلص منه، وربنا عز وجل يكتب له الصدقة بالنية، رغم أن ليس المال ماله، ولكن لأنه تاب وندم وتحرى على أن يرد الأموال إلى الفقراء والمساكين، لأن المال مال الله والخلق عيال الله، ربنا يكتب له نصيب من الصدقة بحسب نيته وإخلاصه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب الكرام أن يلهمنا الصواب وفصل الخطاب، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من عباده الراشدين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.